مرحبا بكم. تخيل أنك مذيع وتقوم بقراءة خبر عن جريمة ما، وتكون أنت من ارتكبها تماما، وكما حدث مع هذا المذيع مثلا، والذي وجد صورته تعرض على الشاشة دون سابق إنذار. تابعوا معنا فيديو اليوم لتتعرفوا على 10 صدف غريبة وغير منطقية حدثت على الهواء مباشرة. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. عاشرا، في هذا الفيديو يسجل التلفاز مع أحد الشهود العيان والذي يحكي ما حدث، ولكن في الوقت ذاته هذا الشاهد ذو الوجه البريء أبلغ الكثير من المواطنين عن هذا المجرم. نعم، كما أخبرتكم هو لص وبائع للمخدرات، وبفضل هذا الفيديو استطاعت الشرطة أن تلقي القبض عليه بكل سهولة. تاسعا، كان يصور التلفاز في مكان وفي الخلفية البنك، بينما خرج أحد موظفي البنك يجري بشكل غريب وظهر في الشاشة، واكتشفوا فيما بعد أنه موظف في البنك قام بسرقة البنك، وتعرفوا عليه من خلال هذا الفيديو والذي اتضح فيه زيه الذي كان يرتديه في هذا اليوم وظهر في كاميرات البنك، ثم تم إلقاء القبض عليه نتيجة هذه المناسبة. ثامنا، في رحلة لصديقين لاكتشاف نفق، وبالطبع المكان مظلم للغاية، كان الصديقان يتكلمان عن المغامرة العجيبة بينما صدرت أصوات غريبة من مصدر غير معلوم، وقال لهم الصوت أهلا بكم عندنا، وبمجرد أن سمع الصديقان الصوت فر هاربين مبتعدين عن هذا المكان. سابعا، نجم فريق كرة السلة لا نعرف الكثير عنها غير أنه ماهر في لعبة كرة السلة. لم يعرف أحد ممن حوله أنه شخص بالغ، بينما كان يعتقد الناس أنه في 17 من عمره، وهو في الحقيقة في 25 من عمره. كان سبب تخفيه أنه تعدى على فتاة في 14 من عمرها، وبفضل هذا الفيديو تم القبض عليه وعرفوا حينها أنه شخص بالغ ويتخفى في شخصية مراهق في المدرسة الثانوية، وتم عرضه بعد ذلك للمحاكمة. سادسا، كانت كريستينا دائما تسمع أصواتا غريبة في منزلها، وكانت تخبر الناس بما تسمعه وأنها أصوات مرعبة، ولكن لم يصدقها أحد، وللأسف لم يكن هناك أي دليل على أن ما تسمعه حقيقي، فقررت كريستينا أن تسجل فيديو في منزلها لهذا الصوت ولتثبت لمن لم يصدقوها أنها حقا تسمع أصواتا، فتمالكت نفسها وأكملت تصوير الفيديو، ولكنها لم تتحمل كثيرا وأوقفت الفيديو. خامسا، في برنامج صباحي في أمريكا، كان مقدم البرنامج كالعادة يقومون بعملهم ولا يوجد أمر مريب في الموضوع. كان المقدم ملامحه تشبه ملامح رجل تبحث عنه الشرطة، ولأنه قتل امرأة، وكان على مقدم البرنامج أن يبرر ويوضح أنه ليس هذا الشخص، وظل الأمر مريب حتى ألقت الشرطة القبض على الشخص المطلوب. رابعا، أحد مشاهير اليوتيوب كان يسجل فيديو وهو يخبر والده أنه اشتاق إليه وأنه يحبه كثيرا، وبينما كان يصور الفيديو ظهر هذا الضوء في السماء، وهو أمر غريب حقا، فبرأيكم هل من الممكن أن يكون ردا من والده؟ ثالثا، مثله كالكثير من اليوتيوبر يقوم بنشر فيديوهات لأماكن تواجده لكي تصبح ذكرى. كان في الفندق وحده، وبينما كان يصور غرفته الجميلة ظل ضوء المصباح ينير وينطفئ وحده، فالبقاء في الفنادق القديمة مليء بقصص الرعب، وهذه واحدة منهم. ثانيا، في أوهايو الحالة كانت مختلفة،
حيث ولد في عام 1939 توأم لأم غير متزوجة، فتم توزيع الولدين على عائلتين مختلفتين تبنت كل واحدة منهما أحد الولدين. كانت العائلة الأولى لويس وتعيش على بعد 80 ميل من العائلة الثانية سبرينجر، وقد تم إخبار كل من العائلتين أن شق التوأم الآخر قد توفي أثناء الولادة. ولقد قامت عائلة لويس بتسمية طفلها المتبني جيمس، وصدف أن العائلة الأخرى سبرينجر قامت بتسمية طفلها المتبني باسم جيمس أيضا. وبعد 40 سنة التقى التوأمين جيمس لويس وجيمس سبرينجر، وتبين لدهشتهما أن كل واحد منهما عاش حياة مماثلة لحياة الآخر، فلكل منهما أخ بالتبني ويدعى لاري، واهتمامات كليهما هي واحدة وكذلك ضعفهما في بعض المواد الدراسية. كان تاريخهما الطبي والفيزيائي كذلك متماثلا، فطول كل منهما 6 أقدام ووزنيهما 180 رطلا. عانى كل منهما في الفترة نفسها من صداع نصفي ثم شفي منه عندما بلغ من العمر ذاته، علاوة على أنهما كان قد شكي من أوجاع معينة ومن مشكلات في القلب في فترات زمنية واحدة. أولا وأخيرا، تحقيق صحفي عن جريمة أخرى بينما كان هذا الشاهد يتحدث عن جريمة حدثت بالقرب من منزله، إذا دققت النظر عليها ستجد أنه يبدو عليه علامات الارتباك قليلا. وبعد ساعات ألقت الشرطة القبض عليها، وأثناء التحقيق معه اعترف أنه من ارتكب الجريمة وقتل أمه. Most likely they wouldn't be found. Clue. Sad to say that that's someone's either daughter, mother, whatever, both. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.